السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم غادي نمشي عند الناس وغادي نقول لهم شي حوايج ما عندهم حتى شي علاقه بها. كملوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الرياكسيون ديالهم كيفاش كانت. خليو لي لايك الى عجبكم الفيديو، وما تنساوش اهم حاجه انكم تابونا في لاشين. وكملوا الفيديو. وناري اخويا على بلان، عرفتي كريمه؟ شكون كريمه؟ ما كنعرف انا حتى شي كريمه. وعرفتي اخويا كريمه وولد خالتها دخل الحبس، والبارح خرج من الحبس دانا الروينه في العباره، وداك ولد خالتها بعدا الدوار كامله معوده له عليه. ولي ولي على بلان. شكون تخربقي دابا؟ ما كنعرف انا لا كريمه لا والو. اش كتخربقي انت؟ كنت عرفت كتعرفني كريمه جالسه حداك دابا كنوصلها لها امي وموصلها لربا وبا غادي يوصلها لعائلتي وتبقى مشكله كبيره. خيط برستيني هنا. نعم؟ كيفاش دابا؟ كيفاش دابا؟ وكيفاش دابا راه كريم ولد خالتو خرج من الحبس غيدير لنا الروينه في العمار؟ اش كتعرفيني يا اختي بعدا؟ او دابا كنت كنعرفك وعرفتني كريمه حداك، راه من المصيبه كحلا. انا ما كنعرف لا كريمه لا ولد خالها. وراه خصك تعرفها حيت ما عرفتيهاش، راه ما عرفتي والو. لا طنو لنا مشكل دابا في العمار، قول لي اش غندير. سير تبري راسك معاهم. انا فين اختي؟ عرفتي مشكيت عليك وقال لي واحد البلان البارح خايب بزاف، عرفتي كتهضرني طوموبيل صاحبتي. الله يستر عرفتي مشكيت عليك، ما بغيتش نعاودك ولكن عرفتي راه بصات بيا العظم. تخيلي هو جايب واحد السرعه وجايب كثير ولد الحرام، عرفتي كنتفكر ديك اللقطه بزاف. وفي التالي ولد الحرام انا جيت نقطع وعازت كثيره، عصبني عصبني بزاف. تخيلي دابا كون مت كره كاع ما كانش حداك دابا. وا اختي وانا مالي؟ انا صاحي فيك. وعرفتي راه كنقولك راه راه يقتلني يا صاحبتي، عرفتي راه جاي مكسيري جاي قصدني نيشان. كل ما واحد الراجل غير انا حتى هو يجبدني عندو هاك كجرني كذا. كيفاش كتعرفيني؟ كيفاش فين كنعرفك؟ ما كتعرفيني جاي تعاودي لي قصة حياتك. شوفي عرف لا كريمة لا والو لا خالتا والخالتها شتي قلنا والخالتها هو اللي دخل الحبس. اش كتقول لي خالتها؟ قلنا الكريمة ولد خالتها دخل الحبس وجا دار لنا مشكله في العماره وتركت ولد خالتها جات هي دارت معنا مشكله. اش كتضحك انت؟ جاك هادشي عادي راه الروينه نط عندنا صاحبي. وسرت بريم راسك معاهم وراه كون شافتني كريمه معاك كتقول لي هاد الهضره راه ما توصلها لما عرفين. وا باش نقول لك ما تبقاش تقول لي هاد الهضره. سير اختي سير جلسي في شي بلاصه. واه مشيت تسعه ما تبقاش تقول لي انا هادشي. سيري سيري انا راه جايه هنايا باش نخوي دماغي نخوي راسي. راه وقع لنا مشكل، راه شي قالها لشي شي وصلها لشي وناض المشكل. انا جاي نريح هنايا وصار جيت انت. انا خويا جايه نهضر، انا جبان نهضر بغيت نخدم نتايا نهضر لهنايا. كنبان لك هي انا هنا وانا انت اللي بنتي لك. سير سير راه الدراري تما ولا شوف شي بلاصه اخرى. انت بنت انت راك دري قلتنا حداك ويلي وقلب ولا لا حتى شي حاجه. وعرفتي عاود عرفتي واحد البلان عاوتاني وقع. سيري انت يا اخت كريمه واسمع اصاحبي، سيري انت يا اخت كريمه جيبي القلقله كامله ديال ولاد البرج واجي قولي واش كتعرفيني؟ تي وكان غادي يجبدني كل واحد واحد الراجل اللي بقى كيجبد فيا كيجبد فيا كراني ميته دابا. الله معايا وصافي ما بغيتش نشكي عليك ولكن عرفتي راه مشيت للدار كاين جاي وسط خفانه ومال الدار ما عارفينش كاع كاع المشكل ديال ودي. اه صاحبي شو والله راه كنهضر معاك بصح. اختي شكون انت؟ تعاودي لي قصة حياتك. انا كنعرف انا كنشكي عليك اصاحبتي، عرفتي راه كنت غير متخيل دابا انك تغير المشكل كاع ما جيت هضرت معاك دابا ولا كنت معاك كل يوم نستك. وراه عرفتي واحد الكسيره دابا عرفتي راه كسيره مني تقولي باغي. انا مالي انا مالي شتي كتعاودي لي هادشي؟ انا اختي راه قلبي عامر. كون شفتي شنو وقع لي كاع ما تقولي انا مالي. كان يضربني الدران عرفتي عاود عرفتي دران. اه اختي اللي شفتي عاودتي عندي دران. اش درتي انت شي دران؟ اش درتي شي دران؟ وراه ما عاودت لك غير شي يوم بزاف. عرفتي عاود مشيت للدار لقيت الروينه في الدار منوضين هامالين الدار وافينك وافينك حيت تعطلت حيت وقع لي المشكل وبقيت شي ساعتين وانا غير مشيت دخلت تنصت ديال الليل. وراه المشكله البارح عرفتي راه البارح اسوء نهار في حياتي. بقيت ردي بالك في الطريق واش انت اللي لقيتي تجي تعاودي لي شنو وقع لك البارح؟ انا كنعرف كريمه اش بيني وبينك انت اخويا نعرفك ولا ما تنعرفكش. انا كنعاود لك على كريمه وانت كتقول له اش هاد النيفو؟ واش انا كنهضر لك على كريمه نعرفك ولا ما نعرفكش؟ باش تنافعني
يلا يقول لي باش نافعني وانتي اللي باش نافعني. اوه غقول لي باش نافعني. نعرفك ولا ما نعرفكش؟ انا كنهضر لك على كريم وانت كتعرفيني كتعرفين. شنو غتزيدني الا عرفتك ولا ما عرفتكش؟ انا كنعاودك على امي وانت واش كتعرفيني؟ سير عاوديها لشي واحد ما تعاوديهاش لي. عرفتي كاين دابا جايه مخبرتي شويه باش حيت في الليل تقرب لا تقرب كون مستعده باش نلقى بها نقول اش بالك دابا انت هاد البلان. انا دابا بالك والو خصو يبان ما يمكنش ما يبانكش ما مالكش واقيلا كتقول الراي ديالك نتايا. انا ما فهمت والو جيت خلال الانسان وكاري راه ماشي ضروري تفهم واش خصك صاحبي تفهم كلشي راه ما خصكش تفهم كلشي صافي انا عاودت لك صافي الفيديو باقي ما سالا بغيت غير نقول لكم دخلوا عندي الانستغرام ديالي نخلي لكم هنايا وكملوا الفيديو دابا مالك ما نهضرش انا اختي نخوق قلبي شي شويه ويلي السم فيكم حتى في الهضره بنادم ما يهضرش ما كاينش السموم مالك توقفي عليا انا ما كتعرفيني ما كنعرفش مالك باينه فيك مسمومه باينه مسمومه اختي والله الا باينه فيك مسمومه انا مسمومه شي اخ قلبي عامر اختي عاودي لي عاودي لي مرحبا والله الا انا كيجني اللي خوي عليه قلب عاودي ياك معنا كبار شفتي انا نجي نعاود لبنادم اي قولي ما نعرفك اي قولي واش عندك ولاد مزيان كتعرفيني ما كنعرفك باش ما تعاوديش لشي واحد اخر عاود كتعرفيه راه فلانه شنو وقع حيت نتوما فيكم هاد القضيه البنات اختي فين هاد القضيه ما جيتش قلتي حدايا انا وتبقى تعاودي لي قصتي شوفي دابا عندك شي حاجه يا خويا هادي انا كنسمعك ما عندي والو اي خو قلبك الله الا كنس اي هضري عند كاين والدي عندي والديات وعرفتي على بلان البارح وقف لي وقع لي على والديا فاش عطلت كان عندي واحد البلان ديجا واقع لهم هما نات روينا في الدار هبطوا الجيران بغاو يصالحونا وبا بغى يضربني عرفتي على مشكله وقعت بغيت انني كنت غندير كصدا كنت غنموت هادشي كامل وانني كنت غادي نموت سمعتي ربي يجزاك صافي اش اللي خسرتي علينا دابا اسمعوني قلت لك نفضي على قلبي ونخوي عليك واش بغيتي نقول لك اختي انا دابا انت اللي كتهزي عليا صوتك واش بغيتي نقول لك ملي كتهزي عليا صوتك وانا صوتي اختي ما تنعرفكش كتعرفيش واش تعرفين ما نعرفكش اختي انا بغيت نصان تريحي حدايا ملي كدابا وقفتي وقفت اختي ما بغيتش نمشي بعد الفصال هذا واش تقلي لي بعد الفصال ما عجباتكش ما عجبتنيش كل عجبتني كاع ما نقولها ملي ما عجبتكش خصك تمشي تريحي انا قلت اختي كنهضر شي مشكل وما تهضريش معايا انا شنو دابا كتخزي وما دابا كتخزي عليا ويلا جا تعرفني ولا غنعرفك جيت جلست هضرت صافي ولكن انا ما فهمت والو في داك الشيء عارف فهم ولا ما تفهم انت بعدا ماشي ود هنا جالس عليا بارك فهم ما تفهم منين انت واش مراكشي لا اعدادي راه يعني انت ماشي ولد مكناس لا ماشي ولد مكناس واش جاي خويا كدير هنايا جالس عجبني مكناس وصافي جاي من قادر وعجبك مكناس سبحان الله غير رجع خويا هنايا راه كريمتك تاري عندنا في مكناس عايز يقول لك خبر نحيوك ايوا راه نرجع وهو دروكا دابا 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 هو دروكا دابا جمع شطيطكو سير اخويا بحالك هذا جمع شطيط كتسنى شي واحد واقيلا لا كتسنى شي واحد البنت البنت؟ لا البنت اكادير؟ لا البنت مكناس وعلاش بك مكناس؟ واليوم نصديق الكريمة الخبر اليوم غادي يوصل الخبر لاكادير وتفوت اكادير لهيه هكا كتهضرو بعدا ياك؟ هكا ايوا قالها استنى البنت ديالك ما تعطلش في هاد الجوايه راه ولد اختو كريمة راه كيدوز من هنا راهي نحك الا شافك حيت يكون شافك جالس معايا فهمتي؟ وانا وصيه في سبيل الله الله يعاون بلاتي بعدا نقصي شويه مازال ما عرفتي راه هادشي بلاتي انا راه كنتسنى واحد البنت باش ما انا نتفاوتو في الطريق باش ملي تشوفني معاك باش الخبر ديرها توصل لكادير كي كتخزي ما حقاش انت تبتي تبتي شويه صحاب ليا بنت الناس جايه نعاود لك ساعه الضحيه لا على قلبي عامر انا بغيت قلبك عامر انت خديك قد قلبك فين يعمر لك هذا القلب وريني هذا البني غير عمر ما فهمتش دابا انت شتك جايه ومريح حدايا في الاخر اختي كنخوي قلبي وسير اختي انت يا وما تيجي تعلي اما غاداش نبقى هنا وانت اختي انا خليتها كانت وي اجي نقول لك دابا علاش باغا تمشي انت جلسي ريح حتى انا اللي غادي نمشي بحالك سير انتي ريح ولكن قبل بغيت نقول لك هذه الحاجه غادي تشوفي هذه الكاميرا ليا يا 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 كتمسح كاع الدموع شوف السلام عليك اختي والله وانا قلبي عامر جيت جيت كبيره قدام الكاميرا وكبيره قدام الكاميرا كيفاش داك الفراك
الفرانك كان شنقول لكم خاصك دك لا الهضره هذا الفرانك خصو الهضره بزاف وانا ما فيهاش الهضره ما فيهاش الهضره بزاف ما عرفتش انا وحده ما كنعرفها جوج تاع انا وبقات كتعاود ليا ما فهمت حتى شي حاجه يا انا ما فهمت والو كنقول انا قلبي عاور يجي كتشكي عليا كيفاش الموضوع انا اصلا انا خفت انا بقيت غير كنخربق لك وهي كتجيب حاجه معايا ماشي مشكل اختي المهم هاني تبان معايا في الفيديو هاني ماشي مشكل وجهك يبان ولا ما يبانش لا 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 اختي وجهي لا صافي ما تخافيش صافي ما تخافيش مرحبا اسمحي لي بزاف ماشي مشكل صافي اجلسي ريحي دابا انا ملي غنمشي بحال تو ولا ماكا شوفي هكا شوفي هكا او دابا بغيت نقول لك واحد الحاجه شنو هي؟ بغيت نضحك الا قلت لك واحد الكاميرا دابا كتصورنا انا وياك فينا والله ما غادي تشوف ليات حيت ما قدرتش نكمل جاتني الضحكه هذا فقط واحد البرانك كيفاش بدا هذا البرانك واخا انت ما داكش اللي كدير باقي ما طلبكم لي البرانك لا ما كتفرجش لي البرانك كاينين وكنتفرج في البرانك كامل نقول لك اذا كنت مخلف تبارك الله عليك مرقتي واقيلا قلتي هادي ما عرفت ما عرفتش جايه دير حدايا شي تخربيق ياك واخا حتى واحد ما دارها بك اول مره باينه باينه غير من هضرتك واخا باقي ما دخلتيش مع صحاب الكناس باقي حشمان قالت حشمان ديك الشيء ما بغيتش نطول عليك واش راني تدز معايا في الفيديو مرحبا ما كان حتى شي مشكل واخا تحيه للناس اكادير وشكرا بزاف شكرا اسمح لي الفيديو صالا كتمنى يكون عجبكم كيف ما ديما خلو لي اي فكره بغيتوها تشوفوها في القناه في لي كومونتير تحت والاراء ديالكم كيفاش جاكم الفيديو تنوني فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم.